هل تعرفون ما معنى اسم خالد؟ خالد هو اسم علم مذكر عربي أصيل، جاء هذا الاسم على صيغة اسم الفاعل من الفعل خلد إذا دام، ومعناه هو الدائم ذكره الباقي أثره، كما جاء في لسان العربي أن المخلد من الرجال هو الذي أسن ولم يشب، فكأنه مخلد لذلك، وكأنه خلق ليخلد ويدوم. من أشهر من تسمى باسم خالد هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، والذي يلقب بسيف الله المسلول، وبه يسمي المسلمون أبناءهم تحبباً وتيمناً باسمه. من تعرفون من أقاربكم أو أصدقائكم يحمل اسم خالد؟ أشيروا له في التعليقات لمشاهدة الفيديو.